وينضم معنا من بريطانيا للحديث عن الأزمة بين بريطانيا وروسيا الخبير السياسي والعسكري السيد قصي المعتصم. أهلا ومرحبا بك أستاذ قصي. بداية، التوتر بين بريطانيا وروسيا بلغ أوجه اليوم، لماذا وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ هل بات الغرب فعلا مثقلا بالتدخلات الروسية؟ تحياتي لك ولجمهور قناة الرافدين، وأشكرك على الاستضافة، وأحاول أن في دقائق المعدودة الممنوحة لأن أغطي هذا الموضوع المهم جدا، وأوضح للمشاهد الكثير من الالتباس اللي يحصل. نعم. القضية اللي طرحت الآن هي موضوع مادة البولونيوم التي تم تسميم الجاسوس سيرجي سكريبال فيها مع بنته. هذه المادة لم تستخدم للمرة الأولى الآن، بأنما كان هناك جاسوس آخر عام 2006 هو ألكسندر ليتفينكو، وتوفى بأن وضع له في مادة الشاي نفس المادة في بريطانيا أيضا، كما أن هذه المادة استخدمت أيضا ووجدت في أغراض الرئيس ياسر عرفات في عام 2005 اللي كان محاصر في رام الله من قبل الجيش الإسرائيلي، وبالتحقيق وجد فيها. أي إذن أن هذه المادة هي ليست حصرا في روسيا الآن، وحتى لو كانت نعم موجودة هي في منشأة ساراتوف تنتج ما زالت منذ العهد السوفيتي السابق، ولكن انهيار الاتحاد السوفيتي أدى لخروج الكثير من أسرار الصناعة النووية والكيميائية والذرية إلى الكثير من الدول، منها إسرائيل، إيران، كوريا الشمالية، استفادوا من تلك الفترة بعد عام 91. وبالتالي الحجة الأساسية أنه اتهام روسيا بأن هذه المادة حصرا لديها، أعتقد فيه شيء من المبالغة، لكون المادة هذه أصبحت متاحة في الكثير من دول العالم، ولكن بشكل مقنن جدا لكونها مادة سامة جدا ومؤذية. طيب. إشعاعية مؤذية. هذه من ناحية. الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا أعتقد هو فيه تسرع. هذه الإجراءات كدول عظمى يجب أن يعني يتم التباحث فيها على مستوى عالي جدا، وهناك تحقيق يجري، لأنه العملية هذه ليست عملية بسيطة، وإنما عملية إشعاع ممكن أن يؤثر على بلد بكاملة، لأنه هذه المادة غرام واحد منها قادر على قتل 50 مليون إنسان. طيب، كيف سيكون هنالك تفاوض حول هذه القضية، وبريطانيا أعلنت غلق جميع البوابات بين الطرفين؟ هنا البريطانيين اتخذوا من هذه القضية قضية سياسية بحتة، بالتناغم مع أوروبا التي فرضت الحصار على روسيا، وأمريكا التي تحاول أن تضغط على روسيا من خلال العقوبات لتليين موقفها وانسحابها أو تخليها عن موضوع أوكرانيا وموضوع القرم اللي ضمتها إلها في 2015. بريطانيا كان المفروض أن لا تتسرع في هذه القرارات، لأنه هذه الحالة ليست حالة جديدة وإنما حالة سابقة موجودة، والجواسيس الموجودين الآن اللي تم إخراجهم 23 شخص هم موظفون في السفارة الروسية أيضا، يمارسون عملهم يعني استطلاعي وغيره. الولايات المتحدة الأمريكية دعت إلى معاقبة روسيا في مجلس الأمن، هل بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية فعل ذلك، علما أن روسيا دولة عظمى وهنالك الصين الذي تقف في جانبها في استخدام حق نقض الفيتو في بعض الأحيان؟ لو لاحظت خلال عقد جلسة مجلس الأمن أن الولايات المتحدة أيدت بريطانيا قبل أن ترى نتائج التحقيق أو تشترك في التحقيق لتتأكد من ذلك، وهذا يشير إلى أن العملية عملية توافق مصالح دولية، وبريطانيا تحاول أن تستعيد موقعها الدولي كدولة عظمى من خلال إعطاء إشارة لأوروبا أنها معها بفرض عقوبات على روسيا، وأيضا مع الولايات المتحدة في موقفها من هذا الأمر. لذلك أنا أعتقد أن يعني الموضوع هو أخذ أكثر من حجمه، وكان مفروض أن يكون أقل من ذلك، علما أن أي عقوبات تفرضها أمريكا في مجلس الأمن سوف تفشل لوجود حق النقض الفيتو لروسيا. لا. إضافة إلى أن روسيا الآن ليست دولة صغيرة، دولة عظمى وقادرة على تخطي أي عقوبات أخرى، ولذلك هذا الأمر يبدو سياسيا هو أكثر ما هو يعني بجانب أمني وعسكري. الباحث في الشؤون السياسية والعسكرية سيد قصي المعتصم، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.